بسم الله الرحمن الرحيم. انا زي ما انتم شايفين انا ساكن في يعني في وادي، في مجمع وادي. فاحنا بنشكركم اول حاجه على الكربون اللي انتم جبتوا لنا اياها، صحي يعني شيء بسيط بس لكن عند الناس الغلابه اللي زينا بتساوي فرحه كبيره للاطفال يعني لاولادنا، فاحنا بنترجى ان تقدموا لنا مساعدات اكبر من هيك كمان يعني. احنا بنشكر الاغاثه الفلسطينيه على المساعدات اللي قدمتنا اياها وبارك الله فيكم، والله يعطيكم الصحه احسن من كل شيء، يخلف عليكم.